أجواء مثل كل الناس، كلنا عم نعاني يعني نفس الحالة الاقتصادية. لا شك يمكن وضع يكون أحسن من كثير عالم، بس أنا بحس بكل الناس لأنه عندي قرايب وعندي أصحاب وعم شوف قديش عم بيعانوا. حاسس إنه مجاعة واصلة على الطريق، ما بنعرف شو لازم نعمل بعدين. وأنا سمعت في خبريات هلا إنه في ناس عم بيبيع تيابة لتجيب ربطة خبز، أنا قريتها هيك بعتوا لي على الفيسبوك، ما بعرف إذا مزبوطة هالقصة أو لا. فبعتقد نحن واصلين على هيد المرحلة. عم بحكي تحليل مواطن مش تحليل سياسي، إنه من عندي إنه ما بعرف كتير بالسياسي يعني، بس كل المؤشرات بتدل على إنه عم بيحاولوا دائما يحلوا من ميلة الحكومة، ومن ميلة ما عم بيقدروا لضغوطات إذا بدك زعامية بالبلد. كل واحد عنده مصالحه وبعد لهلأ مش قادرين نتفوق عليهم. بتحس أنه بمحل هيدي السلطة السياسية اخدي قرار حقيقي أنها تغير، ولا بتشوف أنه لا نحن يعني بتروح مع السلبية اللي الناس شايفتها أنه ما في حلول لقدام؟ أنا برأيي اللي كان عم يسرق واللي بعده موجود بالسلطة هلأ بطل يسرق، لأنه خايف، لأنه هلأ الوضع العين بيقول أنه رق شوي بس لتروق الأمور. فهلأ بعتقد وقف السرقة، لكن هذا ما بيكفي يعني، لازم الناس اللي سرقت تتحاكم، لأنه نحن اللي عم ندفع الضريبة بالنهاية. وحسب ما سمعت من بعض الناس اللي بالشأن السياسي بيقولوا أنه المواطن راح يدفع الضريبة، يعني كل اللي سرقوهن الزعماء نحن اللي راح ندفعهم من 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 مصرياتنا اللي بالبنوك، من تعبنا، من المجاعة اللي جاية. يعني للأسف نحن هلأ بمرحلة ما بعرف، يا يعني انا دائما متفائل بالنسبه للبنان، وانا لو شو ما صار بهالبلد مش رح اترك، رح ابقى هون. ولو بدي اترك تركت من زمان، كتير اجاني فرص برا اني اكون برا لبنان، بس هيدا البلد كتير حلو وكتير وبلد على الخارطه العربيه ومن اهم البلاد لبنان. لذلك انا بعتقد اللي مشوه صورته هن الناس اللي حكمينه، بس هو كبلد احلى بلد عن جد ان شاء الله. بالفترة الماضية يمكن في كتير نجوم تأثروا بالكورونا وبالتصوير ورمضان وإلى آخره. أنت مع مسلسل سر بالذات هيك كان عندك يمكن حظ إنه يمكن كنتوا مشتغلين، وكيف مرقت عليك هذيك الفترة من قبل؟ عم بحكيك أنا بالشق العملي إذا بدك أكثر من الشق الإنساني أو بالبيت عندك. إيه. ليك سر، نحن بكورونا ما تعرضنا من خلال سر، نحن خلصنا سر كانت إذا بدك بآخر 30% من تصويرنا بلشت الثورة، وصار في عنا تسكير طرقات وكنا مضطرين نخلص يعني. فكثير عانينا، في أيام وقفنا ما قدرنا نقطع الحواجز، وفي أيام قدرنا وعانينا كثير نحن والمنتج والمخرج وكل الممثلين. كل الأعمال المقبلة صار في إلى حساب مختلف، لأنه لما قبل ما تبلش من العمل غير لما تبلش فيه. في عنا حسابات يعني هل البلد حتكون اقتصاديا مقبولة بعد فترة، لأنه نحن عنا هلأ جزء تاني من سر، فبدك تشوف شو وضع البلد يعني على أساسه. بس أنا دائما بقول إنه ممكن نحن كشعب لبناني تعودنا على كل الصعوبات، ودائما الحياة عم تمشي رغم إنه نحن عم نعاني كتير. يعني بتقول انه هيدي الفتره رح تقلط يعني، حتى بغض النظر عن كل الاشياء، لانه حتى على مستوى الفنانين على مستوى المغنيين قصدي كان في حكي انه ممكن يوقف في هيدا، في عنا مرحله قادمه واقف فيها تقريبا الشغل نهائيا. بتخاف بهيدا المحل؟ بتخاف انه يتاثر العمل؟ واذا بتخاف شو البلان بي؟ شو عندك بلان بي؟ شو بتفكر وقت هيك تقلق؟ ما في عندي بلان بي، بس هو أنا ممثل عندي عمل موافقة عليه، بس إذا ظروف البلد حكمت بأنه ما نعمله هذه بتكون عند الله، ما عندنا خيار تاني. فيمكن بيكون في هلأ إذا بدك عرض تاني برات البلد، بس ما بتاخده لأنه مضطر تاخد هذا العرض. يمكن إذا ما عملنا بلبنان هذا العرض نقول يا ريت عملنا هذاك، فنحن ما بنعرف، نتكل على الله. ودائما الأمور بتمشي يعني، أنا دائما بتكل على الله والأمور بتمشي. تقييمك الفيدباك لمسلسل سر؟
لك مسلسل سر أنا تجربة حلوة عظيمة كانت بالنسبة لي. مسلسل دائما بقول إنه مرقت مثل شربة المي، ما حسيت فيه قد ما كان مريح. تعاون مع مخرج كبير مثل مروان بركات، من هدوء وما في ستريس ونخلص على الوقت، هذا اعطاني كثير راحه بالعمل. اضافه للمنتج المنتج سامح مجدي ونهله زيدان زوجته، كانوا كمان كل الدعم اللي لازم يكون لهذا المسلسل. وطبعا القصة اللي كتبها أستاذ مؤيد النابلسي، فكل هالعناصر الحلوة بالعمل عملت طاقة إيجابية خلتنا نعمل عمل كتير حلو. بعتقد إنه بالوطن العربي كان من أهم المسلسلات اللي تابعوها الناس. وطبعا بعد عرضه على الـ ABC هلأ كمان كتير مبسوط إنه حتى في شريحة ما بتحضر TV عم بتابعه، من السياسيين من الفنانين دائما في بيصير في تواصل، بيحكوني بيقولوا لي شو عم بصير. فانا سعيد بهذا النجاح، وبعتقد هذا النجاح خلى انه خلى المنتج يقرر يعمل عمل تاني طبعا مع الشركه العربيه. تقييمك للمسلسلات اللي طلعوا بالعام شو بدنا نقول؟ هيدا رمضان مثل رمضان اللي قبل؟ اكيد لا، بس للمسلسلات اللي ظهرت كيف كان رايك فيهم؟ اول شيء لا شك انه الموسم الرمضاني انضرب بكل الوطن العربي بظرف كورونا، وفي اعمال يمكن بعتقد لو انعملت بطريقه اروع يمكن ما طلعت احلى. انا هذا رايي، لانه في بعض الاعمال اوقات بيصير في مشاكل بالتصوير، بتكون محضر شيء بيطلع عندك مشكله، بتقوم انت بتخلق حل بيطلع احلى من الحل الموجود. فانا في لقيت مسلسلات على كان في 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 صدى ايجابي لها، يعني مثل اولاد ادم مثلا، انا بعتبر من المسلسلات المهمه كانت برمضان بالقلب. مسلسلات يعني مثلا بالقلب مسلسل لبناني 100%، وانا بفتخر بنجاحه هذا العمل. اولاد ادم اللي كان بيميزه اذا بدك، وحتى بالقلب اذا بدك، في طلاب معهد فنون جميلة موجودين فيها. إذا بتشوف مشاهد الحبس بتلاقي كلهم من كارول عبود لغريتا عون لرني غوش لندى وفرحات، فبتحس في تقل بالعمل. وهذا دليل على أنه الشخص اللي عنده موهبة واللي دارس بنفس الوقت بيعطي قيمة للعمل. بس هذا لا يعني انه ممكن يكون واحد مش دارس وعنده موهبه اكثر من كثير عالم دارسين، وفي عندنا دلائل على هذا الشيء. نجمات ونجوم قدروا يبرعوا بالوطن العربي من خلال موهبتهم، من خلال حضورهم، وهني مش دارسين. فانا ما عندي مشكله بهذا الموضوع، بس انا دائما متحمس اكثر للطالب المعهد الفنون الجميل، لانه هو اختصاصه، هو درس، هو تعب، هو حلمه انه يعمل هذا الشيء. يعني هو اختار انه يروح يدرس هذا الشيء ليكفي حياته بهالطريقه، مش بصدفه معينه حدا اعجب فيه قال له تعال مثل. فكرمال هيك انا دائما عندي هالكفه رايحه على هذا المحل، وبخص انه انا علمت بالجامعه وانا عندي كمان كانت تلاميذ، فهيدا الشيء بخليني اكثر متعاطف مع هذا. بس هذا لا يعني انه اي حدا درس بمعهد الفنون الجميله، يمكن يكون في حدا بيطلع من مكان انت ما بتعرف من وين بيكون اهم ممثل بالعالم، يعني مش مقياس هذه الشغله. كان في سياق معين غيرت لي بما انك صح فتحت صح صح مش مشكله. بما انك فتحت هذا الموضوع يعني لنمشي معه. معتصم حضرت له انا المقابله تبعه، جرب قد ما فيه انه يكون لطيف ويقدم حاله بطريقة أنه هو ما عم يعمل مقارنات، ولكن عطل لكن يمكن كانت تقيل شوي عند كتار ناس بيناتهم أنت ورديت. هلأ نحن عم نحكي بعد ما كمان صرح معتصم، كتب على تويتر وبمحل وضح أنه هو إذا أساء مش قصده الإساءة. خلينا نقول حسيت باستفزاز لما حكى معتصم، حسيت أنه يعني بمحل أنه أكاديمياً لبنان بالمحل التمثيلي عم بحكي منه هو قد يعني مثل قلل من قيمته. حسيت يعني وين حسيت بانزعاج لا عبرت عن حالك؟ أول شيء خلينا نتفق على شغلي، غير انه انا بسمع عنه لمعتصم، وغير انه هو حكي معي على التليفون تواصلنا مع بعض، واضح انه هذا الشخص مهذب جدا ومنه مستفز يعني ومنه مؤذي. فالتصريح اللي قاله هو رأيي بالنسبة له، او يمكن ما بيعرف، يمكن
او ما عرف يعبر. انا بعرف اوقات بيطلع الواحد بمقابله يمكن في كتير قصص بتروح من راسه، في كتير قصص على السرعه بجاوبها، في كتير قصص بيكون حابب يقولها ما بيقولها بينسى. فهو قال لي انا خاني التعبير صراحه، هو انا استفزني كخريج معهد فنون جميله، يعني انا تعبت 4 سنين واستفزني كاستاذ بمعهد فنون جميله استاذ بكليه التربيه عفوا. فانا انزعجت لما قال انه نحن مطلوبين اكثر بالدراما العربيه لانه نحن دارسين اذا بدك اكاديميا اكثر ومثقفين اكثر وعندنا معرفه اكثر يعني، وتخرجنا من الجامعه وتعذبنا وعملنا. فهو كل اللي قالوا نحن عملناه نفس الشيء يعني، فكان واضح طبيعي انه انا اوضح له هذا الشيء. هو ابدا ابدا مش هجوم عليه، ويمكن راح على مكان هجوم لانه في حدا دخل على الخط صوبنا الجواب لهجوم. هو ابدا منه هجوم وما له علاقة بسوريا ولبنان، له علاقة انه مثل ما انت عم بتقول انه هيدا الشيء نحن اكاديميين. قلت له في عنا، واعطيته امثلة شباب نجوم عنا بلبنان هني خريجين معهد فنون، وكتبت عن غير خريجين كمان هو بيفتخر فيهم لأقول انه ما عندي مشكلة بغير خريجين يعني، عرفت شو؟ فبس انا عم بوضح يعني، يمكن لو انا ومعتصم بنفس المقابلة سألته السؤال كنت انا رح اقول لها يا متصل مش هيك نحن كمان هيك يعني، كانت خصت الموضوع وهذا اللي صار بس مش اكتر. لكن انا تفاجأت من الردود اللي صارت، وانا ما كان بدي اياها توصل لهون وما عرفت كيف بدي اخلص لانه انا ماني معود على هالسجلات، عرفت شو؟ فيومين كنت 3 ايام قاعد على اعصابي، وحتى بمحلات بطلت شوف تويتر، بطلت رد على حدا يعني، اخر يومين ما رديت على حدا خلص يعني. وانا دائما بحاول انه اكون على قد انه يعني جاوب مثل ما لازم يعني، وهو كان كتير متقبل وتليفوننا كان تليفون طويل، كان كتير هيك محترم وقال لي معك حق اللي عم تقوله انت وصح انه كان لازم اطلع اوضح هذا الشيء. شو بتقول له لمعتصم عبر الكاميرا؟ قلت له انا بعتقد كل شيء انا قلته بالمقابله بالتويتات اللي بدي اياهم قولهم قلتهم، وقلت انه بنم عن كبر ليطلع واحد يقول انه مزبوط، اكيد هو منه قاصد هذا الشيء، بس انا كنت حابب اوضح هذا الشيء لانه انا بعرف النجم لما بكون عم يعمل مقابله في عنده معجبين كثير ناس بيتاثروا فيه، بيتاثروا باللي قالوه. انا كل اللي علي قول لهالناس اللي تأثروا باللي قالوا انه مش مزبوط نحنا كمان هيك، عشان ما يفكروا بعض الناس اللي هني ما بيعرفوا بلبنان عايشين برا او بعرف وين انه نحنا عنا طلاب وعنا ودارسين ونحنا تعبنا. بس هيدا هو. كيف تقيموا لمعتصم النهار كممثل؟ انا لا اقيم، انا ما بنتقد عادة وانا ما بعطي رأيي بشي ابدا. لا شك انه هو نجم اثبت حاله بفترة كتير قصيرة، وهيدي شغلة تحسب له لأنه في ناس بيطولوا ليقدروا يصيروا نجوم. طبعاً هو يحظى بالدعم اللازم من خلال شركة صباح، وقدروا يراهنوا عليه وقدر ينجح. فأنا بالنسبة لي بقول له مبروك على كل شيء بيعمله ومبروك لكل شيء رح يعمله يعني. أنا صدقاً أنا بنبسط لأي شخص شاطر قادر يثبت حاله شو ما كان جنسيته بالنهاية، بس هذا لا يعني أنه لازم أحفظ حقي وأحكي عن حقي بس. ليل راحوا على الهجوم صوبك يعني، هجموك واعتبروا أنك أنت عم تفتح موضوع المقارنة ولبنان وسوريا وسوريا ولبنان، أنت رجعت فتحته، والبعض منهم راح للآخر للإكستريم حتى جرب إهانة يعني، جرب يوصل لك إهانة شخصية. آخر جزء اللي قلت لك عنه شو بتقول؟ هو هاي التويت اللي عم تحكي عنها اللي صارت بالآخر هي اللي عملت هاي البلبلة، لأنه كان فيها إهانة. وأنا بعرف إنه في ناس كتير بتحبني يعني وبتتضايق إذا إجا واحد وجه لك إهانة لشخص أنت بتحبه وبتابع أعماله وبتابع إذا بدك مقابلاته وبتشوفه شو كيف يحكي وشو بقول، فاستفز الناس أكيد. هيدي أولا غير الإساءة، بس اللي بدي أقول إنه هيدي التويت بالذات حولت الخلاف، وما كان في خلاف، عملت خلاف بين الممثلين اللبنانيين والممثلين السوريين. هو أبدا ما كان في خلاف، كان ممكن يكون أي ممثل لبناني عم يحكي نفس الموضوع ويقول إنه بهالطريقة، أقول لا ما نحنا كمان درسين مثلا، عارف شو قصدي؟ هو ما في خلاف أبدا، هو في وجهة نظر عم بيقولها صلحت له إياها بس،
فالتويت اللي انعملت اخذته على محل تاني مثل كانه في مشكل بين الممثل السوري والممثل اللبناني. ابدا، احنا كل عمرنا بنشتغل بسوريا وبعدنا بنشتغل بسوريا، الممثلين السوريين بيشتغلوا بلبنان، وكلنا بنطمح نشتغل باعمال حلوه ان كانت بسوريا ولا بلبنان. انا شخصيا خليني اكون صريح معك، مثل اذا بدك تسالني انت متعصب للمسلسل اللبناني ولا للمسلسل، انا كممثل ما بدي اكذب عليك، انا وين في مسلسل بيقدر يضيف لمسيرتي ويعطيني شخصيه جديده ان شاء الله بتكون باخر الدنيا، ان شاء الله يكون بالصين، بروح بعمله بفضله على اي مسلسل بنعمل بلبنان يمكن ما يكون قد المستوى، عرفت شو؟ فانا وين في عمل بيرضي طموحي كممثل بروح بعمله وين ما كان. فهيدي الشغله انا ولا مره فت فيها، وبالعكس انا مدافع عنها، بس للاسف هيدي التويت اخذت الموضوع على محل تاني، كانه فهم الناس انه هو المشكله انه نحن ممثلين لبنانيين. ابدا مش هذا الموضوع ابدا. ليه برايك طب ليه حط بهيدا المحل؟ ليه حطيت بهيدا المحل هيدي تويت؟ لاسباب شخصيه؟ ما بعرف صراحه، ما بعرف، هو ما كانت حلوه منه صراحه، وانا رغم كل اللي عمله صدقا وعم بحكيها من قلبي عشان ما يقول العالم عم بيكذب او هذا، انا بسامحه على كل شيء عمله، بس انا بتمنى عليه انه ما يكرر هذا الشيء لانه ما منيح بحقه اولا، وما منيح يعني بحق الدراما اللبنانيين والممثلين اللبنانيين، لانه بتزعل انه لما يكون في نموذج بيطلع بيهاجم حدا خيو او كذا. فينا نتناقش قد ما بدنا، فينا نكون وجهات نظر بتختلف قد ما بدنا، بس ما نجرح بعض لا بالشخصي ولا بالطريقه المش حلوه، لانه هيدي ما بتودع محل منيح. في عندك خوف على الدراما اللبنانيه هلا بالمستقبل تتاثر بهيدي الاجواء ترجع كم فشخه لورا؟ اكيد في خوف. لما المنتج اللبناني بيكون حاطط مصرياته بالبنك ومش قادر يطلعهم ليكفي شغله او حتى ليعيش، في اذى للدراما اللبنانيه. في كثير منتجين هلا وقفت ما قادره تكفي. يعني لما بيكون في محطات تلفزيونيه بحاجه انها تعرض اعمال لبنانيه بس مش قادره تدفع للمنتج، ففي مشكله كثير كبيره. طب كيف بده يستمر؟ في منتجين على قدهم بيقدروا يعملوا عمل واثنين وصرفوا كل مصرياتهم على هالعملين وما قدروا يقبضوا حقهم، كيف يكفوا؟ فهذه المشكلة الاقتصادية ومشكلة الإعلانات اللي هني بطلوا عم يجيبوا مصاري هلأ للمحطات التلفزيونية ليقدروا يصرفوا على إذا بدك العاملين بهالمحطة وعلى الإنتاج اللي عم يصير، هذا كله بيأثر على العجلة. بعتبر أنه الدولة كمان لازم تدعم هذا الشيء، مش بالمصاري، بالقصص اللوجستية إذا بدك تدعمها مثل ما بتدعم الطحين والمزور. لا لا ما تدعم. تدعم قطاع قصدك ولا؟ لا يعني في قصص سياسية ممكن تنعمل، يعني سياسية العلاقة بالدراما مش سياسية. يعني في كتير ناس بيحبوا يجوا يصوروا بلبنان لأنه بلد حلو، ففي منتجين بدوا يفوتوا مصاري على لبنان بيصير في عليهم شوية مشاكل، بيحبوا يصوروا بأماكن أثرية ممنوع تصوروا، نحن لهيدا أماكن أثرية ما فينا ندعس عنه. بتروح على تركيا، بتروح على مصر وما بدك تصور بالأهرام، بالهرم فيك تصور، فبيشجعوا، بتلاقي هوليوود بتيجي على الهرم لتصور لأنه سمحوا لهم يصوروا. هول القصص بس تفتح هالتسهيلات على المنتج اللبناني والعربي بتلاقيهم كلهم بيجوا لعنا بيصوروا عنا، فبالتالي المنتج العربي لما بده يجي على لبنان يصور في كرو حيكون من لبنان، في ممثلين من لبنان، ممكن يكون من سوريا كمان عم يجوا لهون، بس انه بيدعم الانتاج اذا بدك اكثر، وبيدعي المحطات انه يجوا يصوروا، لانه لبنان اذا بدك تحكي هو استوديو كثير حلو، من جبله لبحره لطرقاته لاستوديواته للبيوت اللي فيه. فنحن قادرين من وراء هذه الدولة إذا قادرة تدعم هذا الشيء، وللأسف الدولة يمكن مش منتبه هذا القطاع، لأنه هذا القطاع ممكن يكون واجهة مهمة للوطن العربي بالنسبة للبنان. الدراما عم بحكي عن الدراما. أنا إذا بدنا نجي نقول للدراما اللبنانية كيف بدنا نطلع بقى من هذا المأزق، مأزق أنه نحن صرنا مرتبطين هلأ بدراما مشتركة على طول، وإذا ما في دراما مشتركة في بعض الأعمال اللبنانية سميتهم حضرتك اللي ما بتكفي لعدد الممثلين والممثلات الكبار اللبنانية، إذا بدك تعطي نصيحة أو إذا بدك تعطي رأيك خيي ما بدي لك نصيحة شو بتقول؟ لك الممثل الدراما أوقات السوق بيفرض عليها شيء. أنا برأيي بالنسبة للنجم اللبناني ليش إذا بدك أو الصف الأول من الشباب اللبنانية
اللي لا يرضوا أن يكونوا جزء صغير من عمل عم ينظلموا. إيه بينظلموا، بس في لعبة سوق. أنا بعرف المنتجين شو عم بيصير معهم، في لعبة سوق. بيطلبوا دائما أنه الممثلة، إذا بدك العرض الأول أنه يكون ممثلة لبنانية، يعني يفضلون الأنثى أن تكون البطلة الأنثى أن تكون لبنانية. أوكي، فبما أنه هي لبنانية فطبيعي البطل اللي بوجهها ما رح يكون لبناني، لأنه هو عمل مشترك. ممكن يكون تونسي، ممكن يكون سوري، ممكن يكون مصري، ممكن يكون خليجي، ما بعرف حسب القصة كيف تحكي. أنا مع معادلة إذا بدك بتنصف الممثل اللبناني وبتنصف الممثلة حتى السورية النجمة إذا بدك، لأنه كمان في ممثلات سوريات نجمات بيستاهلوا أن يكونوا كمان بالمسلسلات العربية المشتركة، اللي هي أكثر مسلسلات رواجاً هلأ عم تكون بمحطات الخليجية والعربية. هو معادلة تانجو. أنا عملت مسلسل اسمه تانجو، كان في باسل خياط، وفي دانا مارديني الممثلة العظيمة، وفي دانييلا رحمة، وفي أنا. هذه المعادلة نجحت كتير، بس انعملت صح، يعني مش إنه بس تركيبي، يعني انعملت قصة مزبوطة مركبة بملازم. أنا بعتقد إنه بهيدا الموسم الدرامي كانت ناجحة ونجحت بامتياز. فأنا برأيي هذه المعادلة بتنصف النجمة السورية وبتنصف النجمة اللبناني وبتنصف إذا بدك النجمة اللبنانية والنجمة السورية. فهذه الكومبينيشن حلوة، ممكن تنعاد، وممكن مع الوقت تخلي الشاب اللبناني اللي هو ما أخذ فرصته يقدر يوصل لكل الوطن العربي ويصير عنده اسمه مثل أي نجم تاني من أي بلد تاني. وبالمقابل حتى النجم السوري، مع أنه النجم السوري أخذت فرصتها أكثر من لبنان، نحن هلأ بلشنا نبيع لبرا والناس تشوفنا يعني، بس كمان هني كمان درسوا وتعبوا وبيستاهلوا أنه كمان يكونوا بدراما مشتركة وبحاجة. يعني إذا عندك كريس بشار، إذا عم يحكي على صعيد سوريا اللي عم بياخذوا حقهم بالدراما المشتركة العربية، سلاف فواخرجي، أمل عرفة، سلافة معمار، في أسماء فظيعة بسوريا، دانا مارديني، ممكن يعملوا أعمال مشتركة يكونوا يعني كتير هذا. والشباب اللبنانية، في عندك في أنا، في كارلوس عزار، في يكون حدا جديد على فكرة يعمل أحسن منا كلنا ويكون أحسن منا كلنا، يورجو شلهوب، يوسف الخال، بديع أبو شقرة، يعني ما بدي يكون كمان في كتير أسماء، طوني عيسى، ما بدي أنسى مازن معظم، في كتير عنا أسماء فينا نحن يكونوا موجودين. فليش هالشباب ما بياخدوا حقهم؟ أنا بعتقد هذا حل عند المنتج ليقدر هيك يدعموا الكل وكلهم يوصلوا، لأنه إذا نحن كمان كنجوم لبنانية صرنا أسماء بالوطن العربي، كمان بيصير نحن ورقة رابحة عند المنتج السوري واللبناني والمصري. إذا جابك المصري بيستفيد، إذا جابك السوري بيستفيد، مثل ما عم بيصير مع غير النجوم. أنا برأيي هذا حل مناسب لهذا الموضوع وبيرضي الكل، بس أنا اللي عم بصير هلأ هو لعبة سوق.